السلام عليكم ورحمة الله وحياكم الله. اليوم أنا بناء على طلب واحدة من متابعات العزيزات قالت لي اعملي لنا منال جولة في قلعة التخفيضات. أنا داخل الآن قلعة التخفيضات، خليكم معي. هذا أول ما دخلت عندهم عرض شامل للضريبة اللي هي البخاخات والمعقمات ولا أنا على طول أخذت لي بخاخ كبير لأنه مخلص من عندي. تعالوا نكمل، ممكن بعد كذا أنا ما أتكلم بس ممكن أوريكم الحاجات والأسعار. هذه هنا تقولوا تمرية، هنا التمريات، هنا الصحون. الصحن هذا حلو بلاستيك وشكله فخم، في منه أبيض وفي منه أسود. سعره ب5 ريال، حلو والله سعره، حتى الأبيض حلو. هنا برضو زي ما تشايفين بلاستيكات، تبرويهات وعلب بهارات. وعلى يدي اليسار هنا كلها صحون عادية، الميلامين والقزاز هذه حلو، هذا برضو حلو في التقديم، برضو سعره ب5 ريال. البلاستيكات هذا الأكريليك تبع الكيك. ندخل على بعد كذا المنظفات وإلا أيوة يا بنات، كثير جاني أسئلة على كفرات الكنب. شوفوا عندهم هنا الطقم 216 تركي، وهنا الألوان في 4 قطع. في كثير جاني أسئلة على أغطية الكنب اللي عندي، أهو موجود هنا. بس للأمانة يا بنات أخذته من الصواريخ أرخص من كذا، كمية وشوية من سوق الصواريخ. شوفوا في ألوان منه هنا، طبعا من اللحف تبعت لا سرة زي كذا اللحاف يجي، بس إنها ديزاينات مختلفة. سعره كم سعر اللحاف؟ 229. شوفوا حتى يا بنات في اللي عندها بس كذا ركنة أو مثلا حقة إيكيا، أو في برضو لها كبر أعتقد هذول، لا برضو كنب، ذكرتهم كراسي. في برضو مفردة، يعني إذا ما أنتي حابة طقم حابة بس تاخذي حبة واحدة، الحبة ب87. برضو هنا في مفارش سرة أنواع أشكال ثانية. هذه دعاسات أو زوالي أو مشايات زي ما تسموها أنتو. حقة العسل برضو، في ناس يسألون حقة العسل، هي هنا 4 حبات ب5-6 ريال. هذه برضو الدعاسات وما الدعاسات، في أشكال حلوة زي الزوالي وفي أشكال عادية يعني، وفي برضو مناشف. شوفوا مفرشة للطعام، مفرشة الطاولة، والله اني ابغى مفارش طاولة، تصدقوا ابغى مفرش لطاولة الطعام عندي. برضو هنا مخدات لا سرة. في عندكم برضو هنا سجاجيد، خداديات، أشكال وألوان تختلف طبعا أسعارها. وبرضه أنا ما زلنا في مفارش الفرو، شوفوا في أشكال هنا. أنا أصور بسرعة على أساس إني أغطي كله. هذه حلوة تاخذيها على الكنب، فخمة يعني، حبة ب11 ريال. جبتوني عند الأكواب، والأكواب عشقي صراحة. شوفوا هذا الواحد ب5 ريال، مع العلم إني أخذت معلم التوفير يعني، في أبيض وفي أحمر وفي هذا الترابي، بس صراحة أشكال جذابة. شوف هذي شكل غزاتشي، هذه القهوة أحس القهوة التركي، الحجم هذا حلو يصلح شاهي القهوة. هنا كاسات وقزاز فناجيل عادية يعني. أطقم العشاء تختلف أسعارها، في 39 وفي ذا كامل أكثر. وهنا في شوفوا الطقم هذا قهوة وشاي، على كم هذا سعره؟ بشوف لكم السعر، هذا ب19 ريال. تخيلوا يجيك مع بعض في الكرتون طقمين. هذه هنا أطقم شاي، برضو الطقم ب29 ريال. في القهوة التركي وفي الشاهي أو القهوة التركي وممكن النسكافيه. نجي عند ترامس القهوة، مرة صراحة فناجيل القهوة روعة روعة روعة، تجنن.
ب19 هذه الأشكال. أخذ لكم عليها لفة تشوفوها. وهذه أطقم الشاي، طقم الشاي ب69 ريال. شوفوا ألوان مختلفة. كنت أبغى أشوف الترامس، وكان الترمس الواحد ب25، بس ماني عارفة كيف جودتها صراحة. إيش صناعتها؟ ماني عارفة، مو مكتوب عليها ميدن تشاينا. لا أخاف إنها صراحة تبرد، إذا ميدن تشاينا أخاف إنها تبرد، إنه سعرها شوية غريب، 1 ب25، بس حلو أشكالها. شوفوا كمان هنا في الأطقم اللي حابين يطقموا، بس ما أحس إنه محل مرتب، ما أدري كيف. في هنا اللي تبغى الضيافة كاملة مع الصحن، سعرها ب167 ريال. في ترامس تقليد، ترامس إيكيا، في أشكال كثيرة للقهوة، ترامس القهوة، طبي وتخيري. بس أسعارهم تتفاوت، يعني صعب إني أمسك كل الثلاجة وأجلس أقول لكم سعرها، يعني أحس صعب. هذه كم؟ الوحدة ب98. هذه شوفوا يا بنات صحون القهوة، ممكن تحطيها صحن، ممكن تحطيها خلفية لمثل القهوة. هذه حوامل هولدرات الفناجيل في الضيافة، يسعنهم. هذه حقة الضيافة، الضيافة اللي هي الذهبي والفضي. هنا برضو ترامس، شايفة في أشياء هنا تزغلي صراحة، حبيت. إيش صناعتها وكم سعرها؟ سعرها 49. لو سمحت لازم أعرف الصناعة، دقيقة بنات شوف صناعتها وارجع لكم. الأول شوفوا يا بنات الكنكات أو الركوة، الركاوي برضو أشكال عندكم. دخلنا قسم الصواني وقسم القدور، يعني لو ما غطيت لكم يا بنات كل شيء اعذروني، لأنه يعني ما شاء الله كبير المكان، ولو ما قلت لكم الأسعار كلها صعب إني أمسك وأجلس أقول لكم هذا سعره كذا وهذا سعره كذا وهذا سعره كذا، صعب. بس أنتم خذوا نظرة معي تفرجوا، عشان جاني طلب إني أصور المكان فأبغى أعرفكم بس عليه. الملاعق ترى يا بنات مزعل انك تفضلي ماسكه كاميرتك ورافعه الجوال وتصوري، هذه من اصعب المهام اللي ممكن تواجهيها كيوتيوبر. يعني اللهم صل على محمد. هنا المذهبات والاشياء الضيافه، صحون الضيافه ممكن تنفع في الملك برضو. تكون يعني زي عربية الملكة للتقديم، اللي زي كذا للتقديم، يعني أشياء أفخم. المذهبة هذه يعني تجيكي تكون يعني متعارف عليها أنها أفخم في الضيافة والتقديم. برضو هنا أطقم قهوة وشاي، برضو الصحون أطقم. يعني بس يا بنات أنا آسفة لو ما قدرت أصور لكم، يعني حتى اللي يشتغلوا في المحل جالسين طالعوا فيا طقم قهوة. لو ما قلت لكم الأسعار كلها يعني معليش، بس عموما أسعاره من وسط إلى مرتفعة، يعني من وسط إلى مرتفعة. أدوات كهربائية هنا، بس ما أعرف صراحة كيف أدواتهم الكهربائية، تواصيل، غلايات، بس ما عندي فكرة عن جودتها بصراحة. هذه زي يمكن ديكور. نازلنا في قسم الله، هذه برضو أشكال ثانية للقهوة والشاي. على فكرة عندهم دور فوق، بس إلى الآن ماني عارفة صراحة إيش فيه. جكوك وأكواب هنا، هذه بنات
قسم ألعاب، مرحب في قسم الألعاب صراحة، كلها قسم ألعاب وما ألعاب. أنا جيت من هنا قبل، بس خليني أغير المسار. فاضي يمكن عشان خلاص بكرة منصة إن شاء الله. متابعتي الحبيبة اللي طلبتني تعجبها، ما جيت أنا هنا لأنه قسم ألعاب، ما جيت يعني. طيب هذا كله جينا حق الكنبول. شوفوا البنات، هنا قسم منظفات، مكانس وصابون وكل أشياء نظافة يعني. ورا ما رحت، لأن كله مكانس والشفاطات وكذا حقت زيت الحمام. هنا البلاستيكات، السفر، الصحون، الملاعق، عارفين الأشياء البلاستيك. الكمامات محتاجها صراحة، الكمامات عندهم بريالين محتاجينها، حافظ عليها. في بنات قسم فوق، اعتقد انه اكسسوارات ان شاء الله اطلعوا، بس حبيت قبل ما اطلع اوريكم هنا الفازات، المزهريات، الورد، الحاجات اللي هي زي ما انتم شايفين مزين فيها البيت. شايفين؟ بخاخات على فكرة. في عندهم هناك آخر شيء بنات قسم الحلويات، صارت كل محلات أبو خمسة تعمد لهذا الشيء، يسووا لك قسم حلويات وبساكيت وزي البشوات زي عالم التوفير. ما حروح قسم الحلويات، أو حلويات وبساكيت وزيوت وكذا مواد غذائية، بس دائما أغطيها هذه في المحلات اللي أروحها، محلات أبو خمسة هذه دائما أغطيها يعني. حتى في يوم أقول لكم بس، ونجي نشوف نطلع فوق عشان نكمل تغطيتنا نشوف إيش في فوق. الدور الثاني يا بنات كله ديكور، ما ديكور زي ما تشايفين، لوحات، طاولات، أباجورات، علاقات ملابس. الطاولات الجانبية أخذ لكم فكرة على سعر، هذه ب155 الثلاث الحبات السوداء هذه. شوفوا حتى الجلسات الخارجية ما شاء الله لا قوة إلا بالله عندهم، بس هذه كم مكتوب عليها؟ هذه جلسة خارجية بكرسي هزاز ب1829 تقريبا. هذه ما شاء الله التحف الصغيرة هذه، في أشياء عندهم الله حلوة. بكون لفة كذا على التحف. دي ماني عارفة ايش يعني، حط فيها شمعة، تحفة مضيئة. ما أدري ايش هي جوتها يعني. من تحت فيها زي هذا الأشياء اللي مرة كذا شكل تماثيل، لا يعني ما شوفي على شكل دوريمون. في هنا برضو مباخر، اللي يحبوا المباخر حلو، هذه اللي على شكل جيد الفهد.
مبخرة سيراميك يقولوا كانت ب 11 ب 3 ريال الحبة. أنا عندي زي هذه يمكن شفتوها في المقات حقتي. ساعات هنا وحصالات. برضو هنا أكواب وما أكواب. أكواب اللي بغطيان تجي. شوفوا يا بنات المنظمات، أحس والله إني أحتاج صدق واحد زي كذا عشان عندي أشياء كذا مواد غذائية تزيد ما ألقى لها مكان، فيصير أحطها عندي في مخزن وأرصص فيها. أحس إني في حاجتين، أو آخذ مثلا حبة أو حبتين، أو بدل هذه أشوف حاجة أكبر استيعابها أكبر. شوفوا في أشكال منها. وهنا الله يعزكم برضو اللي هي براميل الزبالة أو السلال الصغيرة هذه تبع الزبالة. أنا صراحة عجبتني هذه ب95. وهنا برضو شايفين في كراسي بس ما أقدر أرفع عشان في ناس قدامي. هذا على كم؟ هذه حلوة تشيل أشياء كثيرة، هذه ب103 ريال. هذه يا بنات كلها مراكن بس بأشكال متطورة، ممكن تحطيها في الصالة للنباتات الداخلية، ممكن حتى تحطيها في المدخل بس حوش لا تنعدل. في مراكن عادية للأحواش، شوفوا حتى في مراكن صغيرة إذا بتزرعي شيء في البيت ولا على الشباك. هنا التحف هذه بس ما بنروح عندها عشان انها مرايات. شوفوا هذه شمع دانات قصيصات، هذه انت تحطي فيها ورد. في اشكال تحف جميلة بس صراحة غالية. هذا ب 43 احس يعني اوفر. في اشكال هنا شموع وعلب مناديل. الشموع هنا اشكالها كيوت، هذه لافندر الموف حلوه. شمعه هنا حبيباتي اخر حاجه، هذه اللي هي المراكم الاصطناعيه او الزرع الاصطناعي. انا بكذا اكون غطيت لكم كل تقريبا طلعه التخفيضات دورين، غطيتها كلها لكم ان شاء الله. يا رب انه تكون عجبتكم التغطيه، ولو كنت ما وريتكم كل حاجه او ما قلت لكم كل الاسعار فالمعذره منكم، لانه المحل كبير ما شاء الله لا قوه الا بالله، وصعب اني اغطي كله او اني اقول لكم كل الاسعار. تقبلوا حبيباتي تحياتي، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وفي طلب جديد. اشوفكم على خير ومع السلامه.